السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ ملهم. سعيد جدا بتواجدك معنا اليوم. ننتظر دخول البقية ثم نبدأ إن شاء الله. الله يبارك لك ملهم. شكرا. مرحبا بالأخ علي. يا مرحبا. أهلا أخ علي، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. ولله الحمد. نعم أخ علي. الحمد لله منها، الحمد لله. إن شاء الله الترم هذا يكون ترم تحدث فيه الاستفادة، ونتعلم فيه ونطور قدراتنا الذهنية، وأيضا ينعكس هذا على درجاتنا، وإن شاء الله تكونوا ماشيين في المقرر هذا وفي غيره من المقررات وفي الحياة بشكل عام إن شاء الله. نرحب أيضا بجواهر وعائشة ونوف. مرحبا بكم جميعا، ولعلي اذكر بعض الاسماء من الاخوه والاخوات اللي درستهم من قبل.
ننتظر قليلا دخول البقية ثم نبدأ إن شاء الله. مرحبا مريم، مرحبا بشرى. مرحبا بشرى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وجدتم النظام اليوم؟ هل الدخول كان سهل أم صعب؟ مرحبا بدر، ممتاز. اليوم نعم يا علي، في الحقيقة أذكرك جيدا في مادة مقرر الموارد البشرية. كنت دائما موجود ودائما تتفاعل، وسعيد جدا أنه يكون عندي لقاء معكم مرة أخرى. هذا حقيقة من دواعي السرور. نعم، النظام في الحقيقة في الأمس كان هناك إشكال فني، وقد تم إعلاننا من إدارة من قبل العمادة أنه إعلاننا بوجود الإشكال، ولهذا لم نكن باستطاعتنا تقديم المحاضرة بالأمس. والحمد لله اليوم تيسرت الأمور، وها نحن هنا لتقديم هذه المحاضرة. إن شاء الله التحديات الفنية تكون العمادة قد تجاوزتها، وإن شاء الله تكون الأمور كلها على العقل. إذا مريم تقول إنه أول مرة تدرس معنا في أول مرة ندرسها، وأنا سعيد جدا بكل من هو معنا في المحاضرة، سواء اللي درسته من قبل أو اللي ندرسه لأول مرة. نجاح المقرر هو نجاح يحدده في الحقيقة تفاعلاتكم، وأنا متأكد أن تفاعلاتكم ونشاطكم وحماسكم هو الذي سوف يصنع أيضا نجاح هذا المقرر، مثل ما كان صنع نجاح إدارة الموارد البشرية. أنتم بعد المولى عز وجل الفضل يرجع لكم. إذا نبدأ لقائنا اليوم، ونبدأ بنقطة أولى، ألا وهي تحديد مفهوم إدارة الموارد. شفت دائما أتذكر إدارة الموارد البشرية. نبدأ بتحديد مفهوم القيادة الإدارية. شو نسوي بدر؟ الموارد البشرية قريبة على قلبي، وحتى القيادة أيضا قريبة من قلبي، ومهتم كثيرا بالقيادة، وخاصة أنه هي تعتبر جانب مهم من الجوانب التي نحتاجها سواء في الموارد البشرية أو في المجالات الأخرى. وأنا لدي اهتمام عميق بالموارد البشرية، وعندي أبحاث على مستوى عالي جدا قدمتها في جوانب القيادة الإدارية. فإن شاء الله مثل ما استمتعت في إدارة الموارد البشرية سنستمتع أيضا في القيادة الإدارية. إذا نبدأ مع بعض. شكرا يا بشر، شكرا يا علي، شكرا يا بندر. إذا ما هو مفهومكم للقيادة؟ ما هو تعريفكم للقيادة؟ مرحبا يا عزيز. القدرة على التأثير في الغير، لما احسنت يا علم وفن وفتقول. أهلا يا عزيزة، سعيد جدا تواجدك معنا. والحقيقة أذكر جيدا تداخلاتك في الموارد البشرية ونشاطك وحماسك، وأرجو أن نكون دائما على نفس الحماس ونفس النشاط ونفس العطاء. ماريا تقول
ماريا، سلم، السلام عليكم ماريا. إذا سؤالنا هو عن مفهوم القيادة الإدارية، وكانت من جملة الإجابات هو التأثير في الغاية. هو في الحقيقة نعم، هو الكلمة المحورية هو التأثير، القدرة على التأثير والإقناع بالذكاء والخبرة لدى القائد. ممتاز، جميل جدا. أنا في الحقيقة نحب ربما نعمق فهمنا لمصطلح التأثير. ما معنى التأثير؟ القيادة هي بالفعل تأثير، ولكن ما معنى التأثير؟ كلمة تأثير ما معنى؟ الاتباع وتغيير المعتقدات. شيماء تقول السيطرة على الأمور. عزيزة تقول تأثير في اتخاذ القرار. الإقناع جواهر تقول. كلمة جميلة. الإقناع. تغيير بعض القناعات علي. نعم ممتاز. خلينا نطرح عليكم سؤال. هل التأثير سلطة؟ ملهم يقول لا. هل التأثير سلطة؟ علي أمام تقول لا، عزيزة تقول لا، علي أيضا تقول لا. إذن التأثير لا ينبع من السلطة، إذن التأثير لا ينبع من المركز. شفت الآن دينا نقرب شوية شوية مفهوم القيادة. لا يا نوف، في اللقاء الأول لم يكن موجود، يعني لم نقم أصلا بلقاء أول كان، لأن كانت هناك إشكالات فنية. إذا نرجع، إذا قلنا التأثير هو سلوك منهم يقول ينهجه القائد لإقناع متابعيه. ممتاز. إذا نزيد أنا شوي شوية ونعمق أيضا مفهومنا. قلنا أنه هو تأثير ولا يرتبط أساسا بمركز معين، بسلطة معينة، بموقع معين. إذا من أين يأتي التأثير؟ إذا قلنا أنه هو قوة في الحقيقة، قوة تغيير، ولكن لا تأتي من الموقع، هي تأتي من ماذا؟ ملهم يقول من سمات القائد. نعم، ممارسة القائد، من القائد نفسه. صحيح، صحيح جدا. إذا من القائد، ما المقصود بالقائد؟ ما الذي يجعل، سؤال حقيقة سؤال مهم جدا، ما الذي يجعل شخص دون شخص يمتلك تلك القدرة، يمتلك تلك القوة في التأثير في الآخرين؟ من أين يتأتى بتلك القوة؟ نعم جواهر، من القيادة، من شخصيته. علي يقول نعم، برافو. منهم أعطانا إجابة جميلة، يقول من سمات جسدية وفكرية، وبعض المرات من المركز الذي يشغله. إجابة جميلة. إذا ركز فيها منهم على جانبين اثنين، اللي هو السمات الجسدية والسمات الفكرية. شيماء سؤال يقول من أين يأتي شخص بتلك القوة العجيبة التي تمكنه من التأثير في الآخرين دون الحاجة إلى وجود سلطة رسمية؟ شوف ما عليها الكلمة الأخيرة، دون الحاجة إلى وجود سلطة رسمية. علي يضيف جانب آخر ويقول المهارات العاطفية. إذا ضاف الكلام ملهم، مش فقط السمات الشخص الجسدية، مش فقط السمات العقلية، ولكن أيضا علي يضيف مهارات أخرى وهي المهارات العاطفية. ملهم يقول الخبرة. الخبرة ملهم هي من الأشياء التي تدعم، من الأشياء التي تطور، ولكن ليست هي المصدر. فالمصدر، ركزوا معي الآن، كلام جميل، مصدر القيادة ومصدر التأثير ومصدر الاتباع. شفت الآن الكلمة اللي استعملتها الآن، مصدر الاتباع، هو ليس السلطة الرسمية، ولكن مصدر الاتباع هو مثل ما قال ملهم السمات الجسدية، السمات العقلية، ومثل ما أضاف عليه وهي السمات النفسية. وخليني نضيف
جزء رابع مهم، وهم في الحقيقة الأربع عناصر أو الأربع الأعمدة التي يعتمد عليها أي قائد حتى تكون عنده قوة تأثير قوية جدا. والعنصر الرابع هو الذكاء القيمي الأخلاقي. هناك أربع أنواع من الذكاء. الحقيقة نعرف أن الكاتب في الكتاب يتكلم على نوعين اثنين، الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، ولكن هما في الأساس أربعة، الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، ولكن أيضا هناك الذكاء الجسماني، وهناك أيضا الذكاء الأخلاقي الروحي وهو الأهم. ولهذا عندما مدح المولى عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالذكاء الأخلاقي هو مصدر الذكاء العقلي والجسمي والروحي. إذن وسوف نفسر هذا، ولكن خليني أطرح أيضا سؤال: هل هذا التأثير، هل هذا الاتباع، مش قلنا أنه القيادة هي تأثير يؤدي إلى اقتناع التابع بوجوبية وحتمية اتباع القائد دون وجود سلطة رسمية؟ إذن هو اتباع تلقائي، صح ولا لا؟ معايا ولا شباب؟ إذا معايا واحد. نعم علي حسن عزيزا ملهم ممتاز. نعم شيماء فلوى، مرحبا فلوى، مرحبا شريفة، ممتاز. أشعر وكأني بين إخواني، ما شاء الله الأسماء هذه تعودنا دائما نكون مع بعض. فسعيد حقيقة جدا بتواجدكم، وإن شاء الله المولى عز وجل يوفقني في إعطائكم الأفضل إن شاء الله. نعم، إذا قلنا هو اتباع تلقائي. سؤال اللي نطرحه الآن حتى تعرفوا قوة القيادة، الاتباع التلقائي هل يشترط وجود القائد وتلازمه مع التابع؟ بمعنى آخر، لما يكون القائد معاي متبع نفذ قراراته، لما يدير ظهره ويذهب نرجع للحالة اللي كنت عليه، أن هو اتباع بوجود أو بعدم وجود القائد. اشترط تقول لا لا اشترط. ملهم أيضا لا لا اشترط. جوان أيضا لا اشترط. شوف محنية القيادة، سواء كان القائد موجود أو لم يكن موجود، فإن التابع يشعر بماذا؟ يشعر بحتمية ووجوبية اتباع القائد تلقائيا حتى في حالة غياب. معناها شوفوا القوة، القائد عندما يعطي أمر للتابع يكرس كل وقته لتنفيذ ذلك الأمر، ويحرص عليه كل الحرص، وينتقل شوف القوة وينتقل من الرقابة الخارجية إلى الرقابة الداخلية. ما المحرك الأساسي عند التابع؟ هل هي الرقابة الخارجية ولا الرقابة الداخلية؟ هي الرقابة الداخلية. برافو عليكم حسنت، برافو. إذن قوية القيادة ولا مش قوية؟ هل القيادة قوية بهذا المفهوم أو لا؟ أم لا؟ نعم قوية جدا. نعم هي تحرك وتفعل الرقابة الداخلية. وهل يوجد أقوى من الرقابة الداخلية؟ إذن سؤالي لكم، قلنا أن الرقابة الداخلية والاتباع التلقائي تأتي من ماذا؟ تأتي من أربع أشياء يتميز فيها القائد. الا وهي الذكاء الجسماني، الذكاء العقلي، الذكاء العاطفي، والذكاء الاخلاقي. من منكم يعطينا ما معنى الذكاء العقلاني؟ خلينا نبدا باسهل واحد، الذكاء العقلاني هو ماذا؟ عدم التسرع. نعم شنا التحليل. نعم يا عائشه. الذكاء الفكري. نعم ما هو الذكاء الفكري؟ العبقرية بالفهم والتحليل. شريف أحسنتي.
نحن الآن في التفريغ ماشيين واحدة واحدة، لكن دائما اللقاء الأول هو بناء أساسات. تحليل وفهم الأمر، نعم عزيزة. إذا الذكاء العقلي معروف، الذكاء العقلي هو في اختبار الذكاء العقلي، تعرفوه ولا الكل معروف. سرعة البديهة، الذاكرة، التحليل، الفكر النقدي، الحفظ، هذه كلها تدخل في المهارات العقلية، صح ولا؟ وكل ما يتميز فيها الشخص، كل ما يتميز بقوة التحليل، بسرعة ردة الفعل، بفهم الأمور بعمقه، عمق فهمه، فهذا بالطبع فيه قوة، صح ولا؟ يكون قوي، يصبح مرجعية فكرية، صح ولا؟ عندما يحتاج الجميع إلى الرأي الصائب، لمن يذهبون؟ لصاحب القدرات العقلية، لصاحب الذكاء العقل. نعم نعم يا بندر، ممتاز. إذا هذه القدرات العقلية، ما معنى الذكاء الجسماني؟ وهذا أيضا أحد أساسيات نجاح القاء الذكاء الجسماني. ما هو الذكاء الجسماني؟ برافو يا عائشة، أحسنتي، لغة الجسد. نعم، وتعرف أن لغة الجسد هي تمثل 57% من لغة الحوار، أو 51% من الحوار كله جسد. كيف يقف الجسم، كيف يتحرك، نظرة العينين، المسافة، الابتسام، هذه كلها، نعم هذه كلها تعطي أكثر قوة للرسالة. نفس الرسالة ولكن يقولها شخص ويقولها شخص آخر تختلف تماما، لأنه أسلوب تقديم تلك المعلومة يختلف تماما. إذا من لغة الجسد، نعم، حتى تعرفوا لغة الجسد، سبحان الله، يعني المولى عز وجل أشارلها في سورة الكهف، قال مش سورة الكهف، سورة الملك، أفمن يمشي، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ركزوا معي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. شوف شو دخل العلاقة، ما هي العلاقة بين أنه الإنسان يمشي مستقيم والهداية؟ شفتوا أنه حتى المشاعر والأحاسيس، حتى الفكر يتأثر بالجسم. إذا كان الجسم واثق في نفسه، فحتى تفكيرك أيضا يصبح واثق في نفسه، حتى مشاعرك وحاسيسك أيضا تصبح إيجابية. شفت أهمية الجسم؟ نعم، الذكاء الجسماني هو أحد أبرز أساسيات نجاح القاء. معايا ولا لا؟ واحد إذا كنت معايا. ممتاز. إذا نمشي للآن، وهي نقطة يتكلم عليها الكاتب، وهو يتكلم عن الذكاء العاطفي. ما معنى الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي يفتح موضوع يتكرر، وموضوع نجد عليه معناها دورات كثيرة ومواضيع كثيرة. القدرة على التأثير في التأثير بمشاعر الآخرين، نعم، إدارة العواطف في العمل، نعم يا علي. نوقف احنا الآن معنا التفريغ ونمشي واحدة واحدة. إذا الذكاء العاطفي ببساطة، ركزوا معايا، مهم نقطة الذكاء العاطفي. خلنا نطرح عليكم سؤال، هل الذكاء العاطفي يبدأ من الداخل أو من الخارج؟ ملهم يقول من الداخل، شيماء، مارية، فلوى، الكل، لأن الأمل، عايشة، ملهم، مشاعر، شيء داخلي. والذكاء العاطفي هل هو فهم للذات أم فهم للآخر؟ من أين يبدأ؟ هل يمكن أن تكون قادر على فهم الآخر دون فهم الذات؟ يا ملهم، شيماء تقول لك لا، عادية تقول لك أيضا لا. إذا فهم الآخرين، وهذه هي قوة الذكاء العاطفي، فهم الآخرين وحسن التعامل مع الآخرين، لا يمكن أن تكون قادر على القيام بذلك إلا إذا كنت أنت نفسك مع نفسك قادر على فهم مشاعرك وأحاسيسك والتحكم فيها والسيطرة فيها، والسيطرة عليها وتوجيهها بالطريقة التي
تريد. والمشاعر فيها نوعين، في مشاعر إيجابية وفي مشاعر سلبية. متى يكون الإنسان في أعلى مستويات الأداء؟ عندما يكون ملآن بالمشاعر الإيجابية ولا بالمشاعر السلبية؟ برافو يا عائشة. نعم عندما نعم يا علي نعم ولا نعم يا شيماء فروة. إذا عندما يكون الإنسان ملآن بالمشاعر الإيجابية يفعل ملكاته وقدراته العقلية ويصبح أكثر عطاء وأكثر إبداع، وهذه هي قوة الذكاء العاطفي، ومن ثم يصبح هو نفسه قادر على فهم الآخرين والتعامل معهم بأفضل طريقة. وهذا هو مثل ما قلت لكم الذكاء العاطفي، يصبح الإنسان قادر على إدارة الضغط النفسي، قادر على التعامل مع المجموعة، قادر على فهم مشاعر الآخرين واختيار الكلمة الأمثل في الوقت الأمثل، وبالتالي ينجح هو كفرد وتنجح أيضا المجموعة. فقط نقطة ننهي بها حتى نمر لنقطة أخرى، الحقيقة ولم يتطرق لها الكاتب لكن بدي أن نتكلم عليها لأنه هي الأهم في الحقيقة. الذكاء الأخلاقي. ما معنى الذكاء الأخلاقي القيمي والذي يذكرها ستيفن كوفي في كتابه The Seven Habits of Highly Effective People، السبع العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية، وعنده أيضا كتاب جاء بعد هذا اسمه The Eighth Habit، العادة الثامنة، ويتكلم فيها عن القيادة ويقول أن مصدر القيادة قلب القيادة هو ماذا؟ هو الذكاء الأخلاقي. ما معنى الذكاء الأخلاقي؟ يلا إجابات. الذكاء الأخلاقي، ما معنى الذكاء الأخلاقي؟ نعم يا عائشة، القيم والمبادئ، نعم تنبع من أخلاق الإنسان، نعم يا شيماء. ما معنى عائشة لو تمشي شوية أكثر في مفهومك وتشرح شوية، ما معنى أنه الإنسان يكون ذكي أخلاقيا؟ وذكرت كلمة قيم ومبادئ، لو تفسرها خلينا نطرح لكم سؤال نبسط عليكم العملية. هل تفرق عندما يكون الإنسان متخلق والإنسان يؤمن بجملة من المبادئ والمبادئ يعيشها قولا وفعلا مع إنسان تارة يذهب يمنة وتارة يسرة وليست له مبادئ وقيم في الحياة، يفرق ولا ما يفرق؟ نعم عليه يكون مجموعة من السلوكيات مثل الصدق والأمانة، نعم يفرق صح ولا لا؟ نطرح عليكم سؤال، خلينا نكون صراحة، هل تتبع شخص يقول شيء ويفعل شيء آخر؟ جاءت الإجابات شريفة عزيزة ملمة علي فلوى محمد كلكم تقولوا لا. خلينا نمشي معكم أكثر شوية ودي إجابات سريعة، خلينا نتفاعل مع بعض. هل تتبع شخص كذاب؟ سؤال آخر وجاوبوني بسرعة أيضا. هل تتبع شخص محبط نفسانيا؟ أيضا قلت لا. هل تتبع، خليني نزيدكم شيء آخر، هل تتبع شخص خواف يخاف؟ نعطيكم شيء، هل تتبع شخص حقود؟ أيضا شفتوا إذا ذكرتم هذا كلهم قيم وأخلاق، فمن هذه قيم سلبية ولكن عكسها قيم إيجابية. مثل ماذا؟ قيمة الصدق، قيمة العزيمة والإصرار والإبداع والابتكار والعمل الجماعي وتطوير الذات وبناء العلاقات الإيجابية والتعاون مع الآخرين، كلها قيم إيجابية. وإذا ما توفرت في شخص تصنع الفرق ولا ما تصنع الفرق؟ تصنع الفرق، أكيد تصنع الفرق.
بالتالي نعم القيم هي اساس كل شيء، حتى الذكاء العقلاني مصدر مصدر ماذا؟ هم مصدر القيم. حتى الذكاء العقلاني، حتى الذكاء العاطفي، هم اساسا كلهم قيم. ممتاز. اذا بهذا حددنا مفهوم القياده. لخص المفهوم اللي وصلنا له، اذا هي جمله من السمات الشخصيه التي يمتلكها الشخص والتي تبنى على اربع مستويات من الذكاء: ذكاء اخلاقي، ذكاء عقلي، ذكاء عاطفي، ذكاء جسماني، والتي يتمكن من خلالها، والتي يصبح للشخص من خلالها يصبح له تأثير تلقائي على الآخرين، يصبح الآخرون يتبعونه تلقائيا دون الحاجة إلى وجود سلطة رسمية. طبعاً الفكرة ولا ممتاز. إذا سؤالي لكم الآن، وفي الحقيقة هذه المقدمة اللي طرق لها الكاتب، ويقول أن القيادة الفعالة هي حجر الزاوية في حياة المنظمة ونجاحها، هل هذا صحيح؟ هل تصنع القيادة الفرق على مستوى المنظمات؟ ملهم يقول صحيح. علي أيضا، شيماء، فلوى، عزيزة، ماريا، أمل، كيف ذلك؟ مين يشرح لنا لماذا القيادة تمثل أحد أبرز ركائز نجاح المنظمات اليوم؟ هل عندكم أمثلة على شركات ناجحة على مستوى العالم؟ وهل أحد أبرز عناصر نجاحها القيادة؟ لو في ذهنكم أمثلة، بيل جيتس، نعم، مع مايكروسوفت، منى محسن، أبل، ستيف جوبز، مايكروسوفت، بيل جيتس، شريفة، ستيف جوبز، بيل جيتس، جيف بيزوس، أمازون، مارك زوكربيرغ، فيسبوك، سامسونج، جاك ما، علي بابا، جوجل، أحسنت يا عزيزة، مهاتير محمد. نعم، إذن أمثلة ذكرتوها، إذن أمثلة في شخصيات قيادية، لكن نحن نتكلم عن البزنس أكثر. إذا الشركات هذه هل ساهمت الشخصيات اللي ذكرتوها، الشخصيات القيادية، في هل هي اللي كانت أساس نجاح تلك الشركات؟ هل مايكروسوفت كانت لتكون مايكروسوفت دون بيل جيتس؟ هل أبل كانت لتكون أبل لولا ستيف جوبز؟ تعرفون ستيف جوبز طرد من شركة اللي أسسها وتم طرده منها، وقام بمشاريع أخرى ومشاريعه كسبت، وبعدين رجعوه، اضطروا إنه يعتذروا له ويطلبوا منه إنه يرجع للأبل. شوف القوة الشخصية القيادية. إذا نعم، الشخصية القيادية هي أحد أبرز مصادر نجاح الشركات الآن، والأسباب حتى نفسر حتى لا أطيل عليكم، نعطيكم لماذا الشخصية القيادية الآن مطلوبة ومطلوبة للغاية. ولكن أطرح عليكم سؤال قبل هذا. في وقتنا الراهن، هل تعمل الشركات بنظام إداري هرمي أو بنظام إداري أفقي؟ هل الهيكل التنظيمي هرمي والقرار مركز على مستوى الإدارة العامة، أفقي والجميع يشارك في اتخاذ القرار؟ عائشة تقول أفق، علي يقول هرمي. علي، لما إذا شفت جوجل، هل هناك هرمية في اتخاذ القرار ولا كلهم يشتغلوا كمجموعات؟ أفقي معناها كلهم في نفس المستوى، كلهم يعملوا في شكل فرق عمل متساوي. منبسط؟ نعم، أحسنت يا مرة. هرمي شريفة، زيد الأكد.
التوازن الافقي. نعم مر افقي يا مر. خليني نطرح سؤال بطريقه اخرى، هل الشركات الان تحتاج الى سرعه في اتخاذ القرار ام بامكانها ان تعمل ببطء؟ سارة تقول المشاركة لابد، لكن لابد أن يكون رئيس من الأعلى إلى الأقل الأغلب. لا يا شريفة، نحتاج إلى سرعة الآن، نحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار. ونعم يا منى، ويتطلب عدم مركزية في اتخاذ القرار. لماذا نحتاج السرعة في اتخاذ القرار؟ لماذا؟ هل السرعة لا تجتمع مع الهرمية؟ أحسنت يا علي، برافو يا عائشة، ما شاء الله عليك عائشة، دائما تدخلاتك دقيقة وفي محلها، ما شاء الله عليك. المنافسة نحتاج أنه، لأنه إحنا في سباق مع الآخرين، إحنا في سباق مع الزمن، لأنه إن لم تكن هناك أفكار إبداعية تأتي من المجموعة ونستبق بها المنافسين بإخراج منتج جديد إلى السوق، هم الذين سوف يسبقونني، وبالتالي نضع أنفسنا في وضعية ضعف على خطورة على مستوى السوق. فلابد انه ماذا؟ انه لا ننتظر اصلا، لا ننتظر اصلا ان المنافس يقوم بحركة تسويقية او انتاج منتج جديد، بل لابد ان نكون في سباق متواصل مع انفسنا، صح ولا لا؟ لو نتخيل مثلا انه الابل ينزل ايفون جديد، تتضرر سامسونج ولا ما تتضرر؟ نعم تتضرر. لابد انه وهم الاثنين في المنافسه، مين اللي ينزل، مين اللي يكتشف، مين اللي يبدع، مين اللي يطور شيء جديد. فاذا لابد ان تكون هناك سرعه. اذا السرعه لا تتاتى من الهرميه ولكن تتاتى من العمل الجماعي. ايضا الابتكار والابداع، هل يتاتى من الهرميه؟ هل يتاتى من الفرديه؟ هل يتاتى من التحديد الدقيق لدور كل واحد؟ ام يتاتى من العمل الجماعي؟ من أين يأتي الإبداع والابتكار؟ من العمل الفردي ولا العمل الجماعي؟ ممتاز، من العمل الجماعي. نطرح عليكم سؤال آخر، جاوبوني بسرعة. هل الإبداع والابتكار يتأتى من شخصيات قوية فكرياً وعندها رأي وعندها حكمة وعندها رغبة في المبادرة، ولا يتأتى من شخصيات ضعيفة؟ من شخصيات لا تبادر؟ من شخصيات تريد أن تعمل بفردية في تطبيق اشياء محركه؟ اذا انظروا الى الصوره الان، اصبحت عندنا صوره كامله. تخيلوا معايا عمل جماعي، تخيلوا معايا عمل جماعي يتطلب سرعه وتحت ضغط نفساني، ومع ركزوا في الكلمه هذه، مع اشخاص على مستوى عالي من الكفاءات، كلهم في تخصصي وكلهم ذو شخصيه قويه. سؤالي لكم بكل بساطه، هل العمل الجماعي بهذا المنطق سهل ام صعب؟ بندر يقول سهل، عايشة تقول نعم يا عايشة بالفعل، نعم يا شيماء، نعم يا فل، هذا صعب وصعب جدا. عملتم من قبل في مجموعة ولا لا؟ سهل العمل الجماعي ولا صعب؟ سهل انه يصنع القرار في مجموعة؟ سهل انه نتفق؟ لا صعب، خاصة إذا كنا الكلنا أصحاب رأي والكلنا عندنا شخصية قوية، فصعب صعب جدا انه نصل إلى قرار جماعي. وعادة نعم كل واحد يحاول يفرض رأيه، نعم يا عايشة، على حساب نوع المجموعة صعب يتفق، نعم يا بشرى. إذا سؤالي ليكم، من الشخص اللي يوحدهم؟ من الشخص اللي يجمعهم؟ أحسنت يا بندر، برافو، أحسنت بندر، نعم هو القائد. شفتوا قوة القائد من أين تتأتى؟ شفتوا أهمية وجود القائد الآن في شركات اليوم؟ لأنه شركات اليوم كلها كفاءات عالية، لأنه شركات اليوم كلها تبحث عن الإبداع والابتكار، ولأنه الإبداع والابتكار يحتاج عمل جماعي، والعمل الجماعي يولد صراعات، ولابد أن يكون هناك قائد حكيم رزين يثق فيه الجميع ويأتمر بأوامره دون الحاجة إلى سلطة رسمية، فبالتالي يكون قادر على التوجيه عمل كل المجموعة إلى الأهداف التي تحددها المجموعة، ويكون هو صمام الأمان. شفتوا أهمية القائد؟ الآن نطلب منكم أنه
تتفاعلوا مع الكلام اللي قلناه. ما هي أهمية القيادة؟ إذا مهمة القيادة ولا مش مهمة؟ بهذا المنطق هل القيادة مهمة؟ نعم مهمة جدا. أحسنت جدا. إذا إن لم تكن هناك قيادة لن يكون هناك عمل جماعي، وإن لم يكن هناك عمل جماعي لا إبداع ولا ابتكار ولا أصلا قوة تنافسية. إذا نمشي الآن للتفريع ونواصل. إذا الكاتب مثل ما قلنا يحدد الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، ويتكلم أيضا عن القوة العاطفية والقيادة العاطفية. والقوة العاطفية مثل ما ذكرناها هي قوة العاطفة، والقيادة العاطفية هي القيادة بالعاطفة. تعريف القيادة يعطينا تعريف القيادة. في تعريف الاتجاهات يقول لك هناك خمس اتجاهات، منهم في الحقيقة الأمور هذه لا أريد أن أتدخل فيها التفريغات والأمور هذه لأنها تعرف أمور طلاب، فنتصور أنه موجودة عندكم في التفريغات هذه والأمور هذه نتصور موجودة، فيريد تتنسق مع زملائك وينزلوا هيك إن شاء الله. معكم التفريغ، نعرف انه المنتدى دائما يضع فيه الكتاب والتفريغ والاشياء. غريبة جدا التفريغ المقرر هذا معكم، حتى في المنتديات الاخرى وغيره ما عندكم تفريغ. عائشة تكون موجود، فعائشة يريد تدلهم على التفريغ. إذا نمشي شوية الآن. شكرا يا عائشة، الله يبارك فيك. إذا نمشي لتفريغ الاتجاهات الخمس، تعريف الاتجاهات الخمس للقيادة. إذا أول شيء القيادة كمركز لتفاعلات الجماعة، إذا القيادة مرتبطة بالجماعة. معايا شباب ولا معايا ماشيين خطوة بخطوة ولا ما زلت؟ ممتاز، برافو يا عائشة. إذا القيادة كمركز لتفاعلات الجماعة، إذا القيادة ترتبط بالجماعة. اثنين القيادة على أسس السمات الشخصية، إذا القيادة هناك من ينظر للقيادة على أنها سمات شخصية. القيادة على أساس السلطة الممنوحة للقائد، هناك من ينظر للقيادة على أساس السلطة. إذا هي سلطة تعطى ولكنها مثل ما قلنا سلطة غير رسمية. القيادة من خلال قدرة القائد على التأثير في التابعين، إذا القيادة هي تأثير. القيادة من منظور الوظيفة أو المهام التي يؤديها القائد، وبالتالي تصبح القيادة هي وسيلة اتصال، وسيلة ربط بين أعضاء المجموعة وبين أعضاء المجموعة من ناحية وأيضا الجهات الأخرى. الكاتب يعطينا مفهومه للقيادة موجود أمامنا، ويقول أن القائد القدرة على التميز التي تميز بها القائد. إذا تعريفه للقيادة هي القدرة التي يتميز بها القائد والتي تساعده على ضبط وتوجيه وإثارة سلوك المرؤوسين واتجاهاتهم من خلال التواصل معهم والاهتمام بمتطلباتهم ومشاركتهم قضايا العمل، وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة. نمشي الأبعاد عملية القيادة الإدارية، إذا باقي معنا دقيقة نخلص فيها النقطة هذه. إذا جوهر عملية القيادة هو التأثير، إذا كنا نتكلم على القيادة نتكلم على تأثير مش سلطة رسمية. العناصر الأساسية للقيادة هي أن عملية التأثير يمارسها القائد، أن عملية التأثير تقع على أنشطة الأفراد والجماعات، ينتج هذا التأثير عن اقتناع الأفراد، يتم تحقيق الأهداف في إطار أو محيط معين تؤدي الجماعة منه عمل. نقطة ثالثة أن القائد يجب أن يكون في المقدمة، أن الغاية من القيادة الإدارية القيام بالوظائف الإدارية، أن نجاح القائد
وفعالية الأسلوب الذي يستعمله تقاس وفق 3 مقاييس أساسية، وهي مدى نجاح الجماعة في بلوغ هدف أهدافها بكفاية، مدى انسجام أعضاء الجماعة، ومدى التفاف الأعضاء حول القاعدة. في الحقيقة هي تعرف أن العلوم الإدارية بصفة عامة ليست علوم صحيحة، وكل كاتب عنده وجهة نظر وعنده رأيه، وبالتالي نحترم وجهة نظر الكاتب، وهذه الأشياء اللي سوف نلتزم بها، وهذه الأشياء التي سوف يخضع لها الاختبار. فالكاتب يقول أنه هي 5 أبعاد للقيادة ذكرناها، وكما هي، وربما لانتهاء الوقت لا أريد أن أفصل فيها كثيرا، سوف نتطرق لها إن شاء الله المرة القادمة. إذن مرة أخرى سعيد من القلب التقائي بكم مجددا في هذا المقرر، وشكرا لكم على الحضور، وشكرا على التفاعل، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. شكرا لكم من الأعماق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.